هذه الحالة اللي وصلت لها النادي القناطري، يعني أنا كنستنكر هذه الحالة اللي وصلت لها اللي وصلوها لا المنخرطين ديالها ولا المحبين ولا الجمهور، كل شيء ساهم في هذا الخراب وفي هذا الدمار اللي كتعيشوا النادي القناطري حاليا. أنا المطلب ديالي كمحب وجميع المحبين والغيور على النادي القناطري، المطلب الوحيد ديالنا هو أن هذه الرباعة ديال نصابة والشلاهبية والمريقية المدفوعين من طرف راه كلشي كيعرف شكون اللي كيدفع هاد الناس، كنطلبوهم. الشرط الوحيد ديالنا حنا غنعاونوا الكاك وغنبقاو معاه وما غتهبطش الهواد، لان الكاك فريق عريق وبتاريخ وعنده الرجال ديالو، والكاك فرقه شريفه. المطلب الوحيد ديالنا هو ان هاد الناس يقدموا الاستقاله ديالهم. كاين الغيورين، كاين المحب، سواء لجنه مؤقته، كاين الرجال، لان الناس كلها شعت الله وكتفرج. هاد الناس كنطالبوا بالرحيل ديالهم، بالرحيل ديالهم، سواء منخرطين او مسيرين كيف ما كانوا، كنطالبوا بالرحيل ديالهم. هذا هو المطلب الوحيد ديالنا، لان هاد الناس مسوا العروق ديال نادي القناطري هذه 10 سنوات وهما كيمتصوا في العروق ديالها، فقرقوها لا في دعوات في الجامعه، غرقوها بانتدابات الفاشله، حاربوا ولاد المدينه، حاربوا اللاعبين الشباب، حاربوا الجميع. ولكن انا كنوجه العتاب ديالي حتى للصحافه، ولكن اليوم كيبان ليا بان الناس فاقت وعاقت وجات تقول اللهم ان هذا لمنكر وشكرا.